السلام عليكم احمد وشونج اكس بونك، حياكم الله يا اخوان لاول مره في القناه. اليوم عندنا شيء غير، اليوم يا اخوان ما عندنا جيم، اليوم عندنا سالفه وقصه. لاول مره في القناه راح انزل عن القصص وراح تكون كبدايه، اذا عجبتكم بنكمل واذا ما عجبتكم بنكمل مره ثانيه. قهوتي معي واموري طيبه، اذا انت الان جالس وفاضي اجيب لك مسيات الفريحات. اليوم عندنا سالفه شويه اثاره واكشن وغموض. اليوم نتكلم عن موضوع صار لي ايام الثانوي، ايام الاختبارات حقت القدرات والتحصيل اللي انتم الان جالسين تمرون فيها. انا صار لي موقف بالفتره هذيك، هذا الشيء او من بعد ما صار لي انا في حياتي خذيت درس، وليومكم هذا الحمد لله وانا ماشي على الصراط المستقيم. وش السالفه يا ابو بومبي؟ وش السالفه يا احمد؟ في تاريخ 2015-2016 قبل لا اتخرج من الثانوي على ايام اختبارات القدرات، كنت من الطلاب اللي اذاكر القدرات عند مدرسين خاصين في دورات خاصه. كنت بعد ما اخلص دوامي في الصباح في المدرسه اروح في العصر في الليل على حسب الاوقات عند مدرسين خصوصيين وعند دورات، وكانت دائما اروح معي جروب من اخويا اللي اعرفهم عشان نذاكر مع بعض. حلو حلو. في يوم من الايام بعد ما خلصت مذاكره عند احد المدرسين او الدورات، والله ما اذكر بالتفاصيل، بحاول اعطيكم الاشياء المهمه والتفاصيل المهمه لكم. خلصنا من المذاكره قلنا يا شباب مدام مخلصين وانجزنا اليوم شغل ممتاز خلنا نطلع نتعشى مع بعض. قلت يلا توكلنا على الله. طلعت انا والشباب نتعشى في مطعم بخاري مع بعض، حبه وبيبسيين وبارد وامور طيبه، لكن اللي ما كنت احسبه ان اللي باكله كله راح يطلع من بطني بعد ما خلصت. الزبده ومالكم بالطويله والتفاصيل هذه، خلصنا عشاء وكل واحد مسك موتر. كانت الساعة تقريبا 10-10:30 على آخر الليل، وكان عندي بكرة دوام لازم أرجع البيت بدري ولا أتشر يعني أوقات الدراسة. كل واحد ركب سيارته وأنا ركبت سيارتي، وأنا يا أخوان من سكان الشرقية وبالأخص أو بالتحديد مدينة الدمام. كنت راجع على طريق الملك فهد، هذا طريق الملك فهد للي ما يعرفه وانت رايح طول العمر، انا ايش اوصف لكم؟ ما علينا، هذا الطريق طول العمر السلامة طريق سايدين، يمكن تطلع احط لكم صورة قدامكم عشان تفهمون قصدي. كنت رايح لبيتي وماسك الكتف الايسر وجالس على جوالي، واخر الليل والطريق فاضي والناس دوامات بكره وما حد حولك. اول ما بديت ادخل جو استكن بالسواقه كذا وانا ماسك جوالي، طبعا كنت ماني مركز صراحه على الخط 100%، فكنت ماسك السايد الايسر اللي هو الكتف الايسر، واللي على يميني على طول كان الشارع هذا فاضي. لكن وانا ماسك الكتف الايسر فيه باص قدامي على اليمين، يعني انا هنا والباص هنا بس سايدين، تمام تمام. المهم سرعة الشارع تقريبا كانت 80 واحنا ماشيين السرعة الطبيعية انا والباص، لكن الباص كان متقدم علي بشوي. في هذه الاثناء في موتر وراي جاي من بعيد وجالس يكبس 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 يكبس. ايش معنى يكبس؟ يعني يكشح العالي، يعني قاعد يقول لي وخر افتح الخط ابغى امر، لكن ما كان مسرع مرة، سرعته بسيطة يعني كان مهدي شوي. فرفعت عيني اطالع بالمراية لقيت الشخص هذا قاعد يحرقني انوار، ما ادري ايش في امه، هو بعقله ولا مو بعقله. في الوقت هذا قلت خلني افتح الخط ليكون هذا فيه بلا ولا مخه مو طبيعي ولا يبغى يجيب فيني العيد، لان اللي يسوي هذه حركات ناس مو طبيعية. فقلت ابي اوخر، لكن في الوقت اللي انا ابي اوخر فيه وش صار وش المشكلة اللي صارت لي؟ ان الباص صار على يميني والشارع سايدين. فصرت انا والباص كذا جنب بعض، راعي الكوريلا او الكامري الموتر الصغير اللي كان يكبس لي وراي بالضبط، جلس يدقدق بوري ويلحم ويعطي ويسوي لي حركات كثير بالدرب، ما ادري ايش قاعد يسوي، يمكن ضغط كل الازرار بسيارته عشان بس اوخر من الخط. وقت هذا انا تقروشت، ما عاد عرفت اهدي واخلي الباص يروح وجهي لكن هذا وراي، ولا اسرع واتعدى السرعه حقت الشارع ويكون في سهر ويصيدني. والقروشه كلها اللي انا خايف منها دائما وانا اسوق في وقت ايام الثانوي، الموتري جديد وكنت شايل هم ابوي، كان ابوي على اي زله تصير بالموتر لو الموتر بس احط فيه تضليله تعال ليش ليه ها جيب مفتاح، كان الموتر توها مطلع اهلي ومحرصني عليه كانها روز رايز وهي منك الانتر. فالروز رايز حقتي هذه الصغيره كنت مهتم وخايف عليها مره. عموما قدمت وتعديت الباص وصار هو وراي وباقي معلق على البوري وجالس يحرقني انوار، وراح جنبي. في الوقت اللي راح فيه جنبي اول ما لفيت راسي لقيت اثنين راكبين الموتر شباب من عمر 25 إلى 30. بتقولون كيف عرفت؟ بقول لكم بعدين وبتفهمون قصدي. اول ما لفيت وجهي كذا يوم صار على يميني لقيته يضحك هو خويه، انا استغربت مره وانصدمت ليش تضحك؟ قمت سويت بيدي هذه الحركه، والله يا اخوان ان كانت حركتي اللي اسويها نفس اللي بوريكم الان ايش فيه مجنون. هو وش جاب باله؟ جاب باله اني سويت له حركه بذيئه. في الاثناء هذه يا اخوان عرفت ان الموضوع هج هج شوي. انا على نياتي ما قصدي اني اسوي له حركه بذيئه بيدي او اي شيء من ذا القبيل. فاللي صار انه فجاه كذا تغير مود سيارته، مسك الطاره وصار يحذف بالموتر يسار ويرجع يمين، يحذف بالموتر يسار ويرجع يمين. فايش صار في الوقت هذا؟ صار يبغى يحدني عشان ادخل بالرصيف اليساري. انا هنا اعطيته وضعيه قدني بقول في سروال،
والله يا عيال اني ماني خايف الا على الموتر والله يا اخوان. بالاثناء هذه هو جالس يحاول يحدني بالموتر يحدني بالموتر يبغاني اصقع بالرصيف اليساري. انا مصامع على خطي وقاعد طالع سيده كذا وقامت مره قامت مره وعلى يميني حسبي الله ونعم الوكيل. جلس ماسك الطاره وخايف شوي ما عاد بيني وبين الموتر ما عاد بيني وبين الرصيف الا يمكن 15 سنتي مسافه قريبه مره. انا قلت خلاص لازم اروح يمين وان شاء الله انه يروح يمين بعد. لفيت الطارة يميني شوي ولعلي دخلت في الموتر حقه وصقعت بابي اليمين بابا اللي صار صدمت موتره. صدمة كانت خفيفة لأن سرعتنا كانت ميب عالية على الهاي واي. كنا على آخر الليل وكان الشارع فاضي. أول ما صدمت أنا هنا قلت يا الله أنا إيش سويت مصيبتين في وقت واحد يحسبني الحين قاعد. كان هذا تقريبا ثاني حادث لي والموتر ماله ثلاث أربع شهور طالع. قلت وهمي كان كله من أبوي. أبوي إيش بيسوي فيني أبوي؟ اللي صارني دقيت إشارة يمين أبغى أوقف. قلت يمكن هو بعد ينغبن عشان موتره صدم ويبغى يصلح موتره. أنا كنت أحسب كده الموضوع. هو ما صدق على الله دقيت إشارة يمين. فراح صفطنا يمين. صفطنا عند محلات كانت توها مقفلة على الساعة 11 10 ونص يعني على آخر ليل شوي. أول ما صفطنا أنا صفطت على يمين وراء هو قدامي كان. كنت أنا هنا وهو هنا صفطنا قدام بعض. نزلت من السيارة. أول ما نزلت من السيارة رحت دورت على الباب حقي أبي أطالع سيارتي إيش جاها. لفيت وجهي أطالع السيارة لقيت الباب عندي تصدمة بس خفيفة مو قوية مرة تمام. في الوقت هذا قاعد أسمع صوت خطوات تجيني جالس أنتظر الحمد لله على السلامة. أنتظر الكلمة هذه أنا كنت أنتظرها عنياتي. اللي صار إني يوم دورت أطالع في موتري كذا على الباب ومدنق رأسي والرجال وصل عندي. لفيت وجهي كذا. أول ما لفيت وجهي سطاع كف صفقني كف صفقني كف ابن الذين بوجهي. اول ما جاني الكف مدري البوكس مدري الخج كان مفاجئ وكان سبرايز وكان شيء مو متوقع 1% يا عيال والله العظيم. تعرفون الصوت هذاك اللي يطلع ايوه طلع لي الصوت هذا باذني. اول ما طلع لي الصوت هذا رفعت وجهي كذا بركز شوي الا والله اني طلع واحد من وراه الثاني الراكب اللي معه. الشخص اللي قدامي لابس نظارات قميص سبعة معاه مسبحة صفراء طالع فيني كذا دور مسبحة ثنتين ايش عندك صادمني. اوه انا في الوقت هذا يا اخوان دمي يغلي دمي كان يغلي مرة يا عيال راسي قاعد يطبخ يطبخ قهر مقهور يعني فوق هذا كله وتقول ايش عندك صادمني. موتري كان مقبوع حزتها والوقت متأخر لازم ارجع البيت وحالتي حالة وانضربت ضربة ضيعت علومي شوي وبيت انهز وانا وقتها كنت يعني في رعاية شبابي ماني بحق مشاكل والله كنت حق مشاكل شوي. الزبدة تعرفون المثل اللي يقول الكثرة تغلي بالشجاعة صح؟ نعم. في الوقت اللي صار فيه الحوار هذا اللي بيني وبينه وكان بما فيه معناه ان ليش صدمتني وما ادري ايش قلت له يا اخي ما صدمتك انت ليش تكبس لي وكلام وكلام وكلام. بعدين قام يطالع فيني كده قلت له يا ابن حلال تعوذ من ابليس وصل على النبي انا عندي تأمين شامل راح اتصدم نجي. وهنا كان العيد رقم 2 اللي والقرار الخاطئ اللي انتبهوا تتخذونه واتخذته انا. انا وقتها كنت مقهور مره يا عيال ومغبون ليش ضربني ليش صدمني ليش سويت انا كل اللي سويته اني قلت له يا مجنون. اللي صار اني قلت له بروح سيارتي الان بتاكد من التامين هل هو ساري المفعول او لا. رحت رجعت لسيارتي جلست فيها ابو 10 ثواني فتحت الجوال سجلت رقم سيارته وسجلت رقم اللوحه كامل وارسلتها بالجروب وارسلت اللوكيشن للعيال اللي كانوا معاي يتعشون وكانوا معاي فيش في الدوره حقت القدرات وكتبت يا عيال القريب يجي تعالوا فيه علم. وليتني والله ما كتبتها اي والله ليتني ما كتبتها. المهم اني الان جالس احاول العب على وضع الوقت جالس احاول استغل الوقت. انا كتبت كذا ليش؟ لان الشيطان اللي داخلي جالس يقول يا احمد لا تسوي شيء الان انتظر لي ما حد يجيك واخوياني يجونك وتصيرون متعادلين بالعدد وتقدر تاخذ حقك. ابليس قاعد يلعب براسي قاعد يقول لي يا احمد. هنا الواحد يا عيال لازم يمسك نفسه بزي ذي الاوقات. انا من الناس اللي غلطت في الوقت هذا واتخذت قرار تعرفون وش صار بعدها من من مشاكل. كنت جالس بالسياره ماسك جوالي على اساس اني قاعد اتكلم مع نجم انهم يجون وما الى ذلك هو الخ الخ الخ. جاني مره ثانيه هو خويه كان جالس على الكبوت موتره جالس على جواله خويه معطيها خويه وضعيه البودي جارد اللي عشان اذا سوى شيء ولا شيء انا باجي وبابسك امه. نزلت من موتري المهم ورحت عنده وقربت قلت له ابشرك الغالي الان جايين ان شاء الله نجم والامور ان شاء الله تكون طيبه. لكن احس من كلامي اني ماني صادق لان وضعي ووقتي ما كان يسمح اني اقدر اكلم نجم واوصف لهم الشارع وذا شك شوي بالوضع. جاء عندي قال اسمع ما ابغى نجم انا. قلت له وش تبغى؟ قال ابغى تعويض قيمه الصقعه. قلت له يا اخي نشوف موترك وجلست ابدا اماطل عشان اقيم كم اعطيه فلوس عشان اصدمني اقيم. رحت الموتر قعدت اطالع
قلت والله موترك يعني تبى اصلحها لك؟ ان شاء الله اني بصلحها لك. قام يقول قام يكلم خويا ها شو رايك؟ وانا كل ذا الوقت قاعد اتلفت قريب يسار يمين انتظر الشباب يجون لان في الجروب قروها. جلست قاعد اماطل معاه واروح الموتر اطالع وما ادري ايش. راح الخوية شويتين ثم رجعني مره ثانيه قال لي اسمع فلان ابغى 500 ريال. قلت ليش 500؟ انا بصلحها لك ترى موضوع الموتر بسيط شويه تبلش امور طيبه وتضبط. وانا كذاب والله ما اعطيه ريال والله ما يشم هلله. في الاثناء هذه هو صمل على الموضوع اكثر واصر اني ادفع له فلوس عشان اصدمني. قلت تخليني ارجع موتري بس اتاكد اذا نجم ما بيجي فخلاص بنحلها ودي بيني وبينك كل واحد يصلح موتره ويمشي. رجعت الموتري انا في الاثناء هذه. اول ما رجعت الموتري جلست كذا في السيت عندي في الموتر فتحت السيت حقي احس اني قاعد اسوي شغل وانا ماني قاعد اسوي شيء. احس اني قاعد ادور اشياء واوراق وانا والله اني قاعد اقول يا الله يا ربي بسرعه ما عاد فيني صبر انا قاعد اغلي. ما مرت دقيقتين ثلاث دقائق الا والله انه موتر جاي من جنبي دا سيده. عرفت انه موتر خوي فدق بوري واحد دقيت بوري واحد هم لفوا علي يحسبوني اناديهم. انا نزلت من الموتر وتقروشت خوي شافني يوم دقيت البوري ريوس على الخط حبه صفط الموتر نزلت عندهم قلت له في الوقت هذا الان بدت الامور تتقروش وانا بديت اتلخبط حتى الان حاليا الادرينالين عندي بدا يرتفع. في الوقت هذا اللي انا دقيت في بوري ونزلت وبديت اتقروش انهم لا يحسبوني انا بضرب فيهم وبسوي شيء نزلت من الموتر جاني الثاني الشخص اللي كان يتكلم معي في البدايه وقف قدامي. في الاثناء هذه جاء خوي عاصم نزل من الثاني حقته كان موقف موتره جنبنا ومشى لين ما وصل عندنا. اول ما وصل عاصم اعطيكم نبذه بسيطه عن عاصم لابس نظارات متين وجثه عاصم كان جثه حلو وصل الشخص اللي ابليس عندي كان يحتاجه جاء عندي عاصم. انا والله ما كنت بدايتها ما كنت ابغى شر جاء عندي عاصم لف علي قال السلام عليكم. قلت انا وعليكم السلام. قال ايش في وجهك من هنا؟ قلت صارت مشكلة الحين وبيجيك العلم بعدين. لف هذاك وتكلم تكلم ولا ما تكلم انا هنا خلاص يا عيال لا العيد رقم 3 سجل عندك العيد رقم 3 هذا مسبحته ابو نظارات وسوى بالمسبحة 3 مرات كذا وقال للخوي عاصم قال له خويك شاطفني ماشي 200. اول ما قالها انا ما عاد اقدر خلاص يا عيال والله صدق قالها ولا ما قالها انا ما عاد اشوف شيء يا اخوان خلاص نعميت. يدي اليمين تلقائيا كانت تحت موجوده اخذت عزم 3 كيلو من ورا مره. الرجال هذاك كان يطالع بخويي الضربه اللي ضربني اياها في البدايه المباغته صارت لها الان اضعاف مضاعفه. اخذ بعقو موتيت عزم وقوه واستطاب بقوه مره كانت احلى ضربه بحياتي لكنها اكثر ضربه تغلب. وقت هذا اللي سويت فيه انا الضربه المباغته هذه عاصم عرف ان الفايت بدا خلاص 2v2 الحين ما عاد في كلام. الرجال اللي خذ الضربه المباغته هذه طاح على الارض طيحه كذا خفيفه ما عاد يقدر يتمالك نفسه بصاحب اعلى صوت ونادى خويه قال يا فلان. الوقت هذا اللي قال فيه يا فلان هنا تقسمنا تقسيمه عاصم استلم اللي طايح على الارض وعطاه يا عيال حركات ما عمري شفتها في حياتي. هذاك طايح عند عاصم وهذاك يوم نادى اسم خويه انا قلت لا انا بروح لفلان لا يجي فلان انا بروح له ويستلم عاصم هذاك وانا اروح لهذاك الثاني. انا اخبط في هذاك وعاصم يخبط في هذاك يخبطني وهذاك يخبط في عاصم. قعدنا 3 دقائق ترى 3 دقائق بنفس الوقت تعتبر كانك ماشي 20 كيلو. ما في لياقة كلنا تعبانين. كان عاصم ماسك ابو قميص 7 عنده طق وطقيق وانا رايح للثاني عشان يطقني مو عشان اطقه. في الاثناء هذه اللي قاعدين فيها احنا داخلين ببعض ضرب وضريب ما كنت ادري ولا هم يدرون ان العالم جالسه تطالع وطالع من محلاتها والمحلات اوريدي فيها كاميرات في كل مكان ملغمه. يمكن في 6 أو 7 اشخاص طالعين من محلاتهم الا ان ما في اي انسان تدخل ما حد تدخل كانهم قاعدين يطلعون مسرحيه. هذا يضرب هذا يفقع يروح للثاني هذا يضرب هذا يبدل قاعدين نبدل شويه انا انطق اروح ابدل مع الثاني ابو قميص 7 خوي يروح للثاني هذاك لين وصلنا المرحله يا عيال ان خلاص انهلكنا كلنا انهلكنا. المهم واحنا بنص الفايت هذا اللي صاير انا لفيت العاصمه ابي اشوف وضعه كيف لقيت عاصم طايح على الارض وهذاك طايح معاه لكن عاصم خوي كان فوق الشخص اللي لابس قميص 7 فلف راسي انا ادور الثاني لقيت الثاني دخل الموتر اللي كنت ماسكه في البدايه ما كنت ادري وش كان يبغى من الموتر. تركت اللي عندي ورحت اركض شايل هم ان يكون في يصير شيء في الولد من قوه الركض والتعب اللي فيني وعدم التركيز جاي ابغى اشوت الرجال اللي طايح وشت عاصم بالغلط
اول ما شفت عاصم بالغلط عاصم لف علي قال ولد ايش يومك؟ انا هنا ما عاد ادري يا عيال اضحك ولا اكمل ولا ايش. الموقف كان جدا حامي وفي نفس الوقت انا سويت شيء زدت الطين بله، ضربت ضربه قويه عاصم تالم، شلت عاصم قلت يا ولد وخر منك وخر منك خلاص ابعد ابعد. جيت بحاول اهدي الوضع في الاثناء هذه وانا قاعد اكلم عاصم، الشخص اللي كان داخل السياره جاء من بعيد وايوه في الوضع هذا كان لازم خلاص نهدي الوضع ونطلع من الموضوع هذا، كل واحد يركب سيارته ويمشي، كل واحد خذ حقه من الثاني خلاص، الواحد كل واحد يصلح موتره ويمشي يبعدوا. اول ما لفيت راسي ابغى الف طبعا عاصم بوجهي وهذا كان وراه، عاصم دب شوي ما اشوف انا اللي وراه وانا قصير، لقيته جاي من بعيد ماسك بيده قرص، وش القرص بتطلع لكم صورته على الشاشة، كان يبغى يضرب عاصم. عاصم لف ومسك يده، ضربت الحديدة ضربة خفيفة في راس عاصم من هنا، أول ما ضربت عاصم شل القرص من يده ورماه على الشارع على الطريق السريع على الهاي واي، وهذاك في الوقت الثاني قام يركض زي المجنون يبغى يروح ياخذه. أول ما شفت الموقف هذا والله إني كنت أكثر شيء شايلة في الوقت هذا عاصم يصير فيه شيء، لقيت عاصم حالة الزق وقاعد يلهث، نظارته طايحة، حفيان، ثوبه وسخ، مسكته ولا جاك شيء، قال لا ما في شيء وخر عندي ما في شيء، واسحب قلت ابعد يا ولد خلاص امش، وادخل الموتر حقي غصب، والثاني هذاك اللي كان ابو قميص سبعه باقي في الارض موجود كذا جالس طالع فينا من بعيد ما عاد في خلاص يأس، هذاك خلاص هذا حقه وزود قوي. الثاني ابو بدله كان رايح يجيب ذاك من الشارع وكانت في سياره تمر في الاكشن هذا كله اللي جالس يصير، سحبت عاصم دخلت السياره جيت ابي ادق سلف وانا اطالع بوجه خويي، لكن موتري كان من زود القروشه مو على الان او على البي عشان يشتغل، كان على الدي. الموتر اللي ما تعرفون اذا هو على الدي في وضع الدي ما اقدر ادق سلف واشغل الموتر، فكنت اسوي كذا واطالع بخويي اقول له عاصم اوديك مستشفى جاك شيء، ويقول لا ما فيني شيء شوي، ولا يقول لي انتبه وطالع قدامي الا هذاك خذ القرص وجاينا يركض على قزازه السياره حقتي ويضرب الضربه الاولى اسطع، وانا اقول ايش فين الموتر، ويطالع تحت الدي ويضرب الضربه الثانيه واحط الموتر واشغله ويضرب الضربه الثالثه وادز. اول ما دزينا ايش تتوقعون نسينا ورانا، دزينا مشينا قدام تقريبا 100 متر 200 متر الا شوي عاصم يقول ولد موتري ورا موتر الرجال، وحط الموتر ارو وارجع باقوى ما اعطاني الله الا ابن الذين واقف عند الموتر يضرب فيه اسطع. في الوقت اللي ضرب فيه ضربته الاخيره انكسرت زازه الموتر حقت خويي اللي هو عاصم ودخل القلص والاداه اللي كانت معاه في سياره خويي طاحت، فجاي يبغى يدخل يده يطلعها عشان يخفي الاثر نزل عليه عاصم يبغى يمسكه وهرب هذاك. اثناء هذه ركب موتر هذاك ودز، اول ما دز هذاك الشخص اول ما دق سلفه ودز، في الاثناء هذه موترين واقفه من مواتر الشباب اخويانا كان توهم يجون اللي في الجروب جو متاخرين، وموتر دوريه توه وصل بنفس الوقت. احس اني طولت يا عيال بالكلام والسالفه باقي طويله. في الوقت هذا يا اخوان اوضاعنا واشكالنا كاننا مجرمين، ثياب مخربطة وامورنا مهلوكة ومعدومة والمكان كله خالي ما في الا احنا جنب بعض، يعني اذا نزل الشخص بيشوف اثنين متطقين مع بعض يحسبني انا وهذا متطقين كذا بيجيب تبكيرة. نزل العسكري من الموتر ويطالع فينا، في الوقت هذا قلنا انا وعاصم جي يا شباب شكلنا بناكل تبن، المكان فاضي الان ما في الا انا وياه ووضعنا وملابسنا زفت وعاصم خلقه من هنا راسه جالس ينزل في دم قاعد ينزل خفيف، قلت انا بس بيحسبني طاقه وبياخذني انا وياه ويلا بسلام عليكم تسفير، لا ما نتسفر لا معليش مو تسفير. لكن اللي صار الحمد لله انه صار انه في واحد ابن حلال من اخواننا الشعب المصري نقز عندنا على طول، قال سعدت البيه مدري سعدت المدري ايش، قام ينادي العسكري قال انا موجود وشايف كل شيء، انا هنا خلاص قلبي قاعد يعورني قلبي خايف بيقول اني انا اللي ضاربه، قلت اذا بيجيب العيد ولا بيسوي شيء لاني كنت واقف غلط وقدام محله وبقى بس. لف العسكري قال من انت، يكلم ذاك المصري قال انا كنت موجود هنا هذا محلي، قال طيب شو السالفه، قال الشخص هذا ويأشر علي، اول ما قالها انا هنا بطني كذا اشياء قاعد تنزل تحت تخوف مره، هذا الشخص جو اثنين وضربوه، يوم قال جو اثنين وضربوه ارتحت مره ارتحت. اول ما قال كذا انا استنست قلت يا طويل العمر في اثنين هنا جو شوف ايش سووا سيارتي وشوف خويي وشوف قاعد تعطيه وضعيه البريء. قال طيب خلوكم الان هنا لا احد يتحرك ابى اطلب اسعاف، قلنا ليه اسعاف؟ قال ابى اطلب اسعاف لا احد يناقشني، قلنا لا ابشر. جلست انا وعاصم نطالع ببعض، عاصم جالس جنبي وانا جالس جنب فيني وطالع فيه، قمت اضحك انا اضحك على شكل عاصم. اوقات اللي بعد الاكشن احلى اجزاء فيها بعد انتهاء الاكشن، تقعد تطالع على اللي صار وتقعد تضحك زي المجنون، قعدت اطالع فيه واضحك وهو يطالع فيني يقول
الله يلعنك. وقاعدين نضحك زي المجانين كأنه ما صار شيء. المهم اللي صار ان الرجال طلب لنا اسعاف الله يجزاه خير، ركبنا بالاسعاف هذا كاجراءات وروتين عادي. خذ اخوي عاصم وراح كشف عليه، وكانت الامور طيبه في البدايه. خلصنا من الكشف واحنا كنا قاعدين نكشف، كانوا في عسكر معانا في الوقت هذا. العسكر كانوا مو مخلينا لين ما ياخذون العلم، احنا الى الان فقط يبون يتاكدون ان امورنا سليمه ووضعنا طيبه. لفوا على راس خوي عاصم لفه بس عشان يخفف الجرح اللي في راسه، وسووا اشعه عندي وعنده واموره كانت طيبه. موتري مكسر قزازته ومقبوع، وموتر خوي قزازته اللي ورا مكسوره. قالوا خلصوا الان، بناخذكم بنوديكم الى القسم اللي عندنا بنحقق معاكم على اللي صار. قلت له على خشمي ابد والله ما طلبت شيء. وكانت الساعه 12 بالليل وقت دراسه، امي وابوي في البيت، وش تتوقعون بيقولون؟ شفتوا اذا اليوتيوبر سحب شهر شهرين 3 شهور ما نزل مقطع، وش يقولون المتابعين؟ شكله موت، شكله اندعش، شكله توفى، شكله انطعن. هذول المتابعين. فما بالك بامك وابوك. اول ما وصلنا القسم قبل لا ادخل، ويجي الاتصال اللي ما حسبت حسابه واللي ما توقعته. رفعت الجوال لقيته الوالد. نعم ابوي دق علي يا عيال. ابوي لو يدري اني مسوي مشكله وانطقيت وموتري انطق وانطق خويي وخليته ينطق والان انا في مصايب، ايش بيسوي تتوقعون؟ هذا ما ادري. خويي يقول رد، انا اقول لا ما برد، يقول يرد لا ما برد. ما رديت، وليتني رديت. ما جلست 10 ثواني، 10 ثواني الجوال دق. الف الجوال، مين تتوقعون؟ لا مو ابوي، امي دقت. هنا انا قلت خلاص، هنا انا جيجي يعني لازم ارد. وافتح الجوال واعدل نبره صوتي. لبيه. ايوه يما، انا راجع الان من الدوره وان شاء الله اني بوصل البيت في 10 دقائق. احمد، امي تقول احمد قل لي صاير. قسما بالله ما ادري كيف عندها حاسه 10، كان في جاسوس او كان محط او ابوي حاط كاميرا بالسياره، ابوي مسوي شيء. كان هدرت احمد ايش صاير، قل لي ايش صاير. قلت امي ما صار شيء، ايش السالفه؟ اطلع لكم الان صور توثيقيه بغطي فيها وجهي. أمه حنا الحين بس بروح المرور عشان جاز السيارة اللي قدام، جاز السيارة بس بخليه يعطيني عليها ورقة، ولا السيارة سليمة حقتي. الزبدة ومالكم بالطويلة، دخلت أنا وعاصم مركز الشرطة عشان يأخذون معانا ويعطون يشوفون شو صار. بس أكتب وجلسوا يسألون ويطبقون القول هنا وهنا، وكلام 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 وكلام. طولت، قعدت يمكن نص ساعة، الوقت تأخر، قديم توصل وحدة الآن وأنا بآخر الليل وعندي دوام، بديت أتقروش. فقالوا لي في نهاية الكلام كله واللي صار، قالوا اسمع يا أحمد واسمع يا عاصم، الموضوع الآن راح يصير ويرفع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. أول ما قال هيئة التحقيق والادعاء العام اللي أنا ما كنت أدري عنها إيش سالفتها وإيش هذه، هنا اللي كان في قلبي فوق نزل مرة ثانية تحت، مرة راح عند رجلي، كل شيء نزل كذا، بطني عورني. قلت له يعني إيش، وش سالفة؟ قال يعني الموضوع حقكم ما نقدر نحكم من عندنا لين ما نمسك الطرف الثاني ونسألهم ونحقق معاهم. راح يروح لهيئة التحقيق والادعاء الآن، بتحقق بينك وبين خويك وبين الطرف الثاني ويطلع فيكم من الصادق. الزبدة طلعت أنا وخويي وكل واحد ركب موتره، وقلنا يا ولد شكل الموضوع بيكبر، ويقول هو لا الأمور طيبة إن شاء الله، وأمورنا طيبة إن شاء الله، وإحنا ما غلطنا هم اللي غلطوا، وشوف إيش سووا في سياراتنا، وكلام وكلام، كلنا قاعدين نعزل بعض، وإحنا أصلاً غلطانين، مفروض كل هذا ما يصير أصلاً، الغلط من الكل عندنا وعندهم. ركبت سيارتي ورحت البيت وزبنت الموتر في آخر الحارة ورجعت البيت. دخلت قابلت اهلي، صارت حوارات كذا بسيطة ما لكم دخل فيها، الامور طيبة ان شاء الله. نمت قمت اليوم اللي بعده، مرت على السالفة يومين 3 ايام، جاني اتصال، السلام عليكم احمد المدري ايش. ايوه انا احمد المدري ايش. طيب يا احمد، اليوم الساعة 10 الصباح تعال نهاية التحقيق والادعاء العام. انا هنا اول ما قال كذا قلت له ابشر، وقفلت الخط. كلمت خوي عاصم قلت له عاصم لازم نكون الساعة 10 عندهم، دقوا علي الان. قال طيب دوام. قلت واذا دوام يا اخوي لازم نستأذن. المهم وصلنا هناك ودخلنا، وكنا جدا متخوفين من الوضع والامور غريبه شوي. في يوم دخلنا عليهم سالناهم، قالهم باسمي انا كذا عندي موعد الان. قال اوكي انت موعدك فوق عند المحقق فلان فلان. اول ما قال كلمه محقق ركبنا الاسانسير، قعدنا بالاسانسير في 5 دقائق نطالع بعض، عاصم لا تجيب العيد، احمد لا تجيب العيد، عاصم قلنا كذا، احمد سوينا كذا، نوحد كلامنا عشان نقول الصدق. قلت له واتفقتني انا وياه نقول كل شيء صار بحذافيره عشان ما يكون في شيء غلط بيني وبينه وناكل تبن بعدين. قال تم دخلنا. المهم دخلنا هناك وصار بيننا كلام وحوارات حوارات حوارات، خذ العلم من عندي مره ثانيه، خذ العلم من عند عاصم مره ثانيه، قال لنا خلاص روحوا. رحنا ومرت الايام، وعشان اختصر لكم وما اطول لان شكل المقطع بيطول، مرت الايام الين ما وصلنا تقريبا شهر كامل واحنا نروح ونرجع نروح ونرجع نروح ونرجع، لين ما جاء في وقت من الاوقات كانت على ايام الجلسه الصيفيه بعد ما خلصنا الاختبارات ودخلنا على الجلسه الصيفيه، قالوا لنا
هذه الجلسة الأخيرة اللي خلاص بعدها بيطلع كل شيء، وكان هذا اليوم المنتظر اللي خلاص كل واحد بياخذ حق، أنا باخذ قيمة موتري وصقعات جتني، وعاصم بياخذ قيمة موتره وبياخذ فوق قيمة موتر قيمة الضربة اللي جت براسه، لأن ترون الضربة اللي براسه هذه كم عليها؟ أقول لكم كم عليها. اللي صار بعد ما دخلنا في آخر جلسة معانا مع المحقق وخلصنا أمورنا كاملة وعلمنا وش لنا وش علينا، طلعنا من عنده وإحنا مرتاحين. ليش؟ لأن أنا حق موتري راح يرجع لي، وعاصم حق موتر راح يرجع له، وفوق هذا ضربة الرأس. ضربة الرأس حقت عاصم يا عيال كان عليهم غرامة اللي ضربه مبلغ مالي كبير، لأنه ضربه برأسه وسبب له هنا مدري يسموها شيء كده غريب خيب مدري، كان عليهم برضو غرامات مالية على الأضرار اللي سببوا فيها. وإحنا راكبين السيارة وقلنا الحمد لله خلاص بنفتك من المراجعات والأمور هذه والقروشة، بنرجع الإنسان مسالمين ما نؤذي أحد وبريئين وخلاص وتوبة، كل الامور حسب تمشي على ما هو عليه، والامور مرتاحه، وعاصم مستانس بتجي فلوس وانا بتجي فلوس. وصلت عاصم بيته، وبعدها بيوم بالضبط كان يوم تقريبا خميس، ويوم الجمعه كان اليوم الثاني من بعد اخر جلسه، وكانت هنا الصدمه. اي نعم اي نعم يا عيال، الصدمه اللي صدمتها وصدمها عاصم يا عيال. اوه، في يوم الجمعه بعد ما عاصم خلص صلاه جمعه وكان رجع البيت، لقى في موتر غريب. قال عاصم شكلهم ضيوف عندنا بالبيت. دخل عاصم البيت، دخل المجلس، مين تتوقعون حصل؟ اي نعم، وهنا كانت الصدمة. دخل عاصم، وهذا كان كلامه لي في اليوم اللي تقابلنا فيه بعدها، قال لي قابلت الشخص اللي ضربني براسي. انا هنا ما صدقت، قلت كيف؟ شلون؟ وليش؟ وش صار؟ اسئلة كثيرة قاعد تطلع براسي، وعاصم من وجهه واضح انه زعلان. قلت طيب وش صار؟ قال لي أحمد الشخص هذا طلع خوي أخوي الكبير. قلت له أيوة. قال لي أحمد أبوي وأخوي الكبير كانوا جالسين معاه وتكلموا مع بعض على أني أتنازل على كل شيء ونتصالح، ووجه من وجه أبيض. قال والله يا أحمد أني ما أقدر، وهذا اللي صار، ولازم نتصالح وأمورنا تصير كويسة، وطلعوا يقربون لنا من بعيد وكلام. وأنا هنا قلت يا الله ايش قاعد يصير في الدنيا؟ كيف كذا الدنيا صغيره؟ قعدت احاول اتركز كيف الامور قاعد تخش ببعض، وقعدت اقول عاصم انت متاكد بالكلام اللي تقوله؟ قال ايه يا احمد، وابوي اعطيته كلمه وما عاد اقدر اتراجع، راح نتنازل عن كل شيء. قلت يا ولد يا ولد يا طبعا يا اخوان وقتها انا كنت مشتت والله العظيم، ما ادري اضرب عاصم واسوي فلقه ثانيه براسه ولا اخليه لنقهرني. كنا متفقين ان خلاص مجدولين سفره، بنسافر سوا بالفلوس. يجيني في ذاك اليوم يقول لي احمد بنتنازل، بدأت الأمور تتلخبط. ففصل علي وقتها عاصم، قال لي خلاص يا أخي أنت خذت حقك وأنا خذت حقي، خلاص يا أخي ليش تطمع؟ قلت وش ليش تطمع؟ كنت بضربه زيادة والله كنت بضربه. المهم هدينا الأمور شوي، ومر يومين وجلست مع نفسي، جلست مع نفسي وشاورت أبوي وشاورت أمي، وقالوا لي يا أحمد لازم تكون مسامح، ما أدري الدنيا شو تصير مستقبلا، ويكون عندك أنت أحد من عيالك أو ناس تعرفهم صار لهم موقف، فخلك مسامح وخلك كريم. قلت هذا كلامكم هذا كلامكم. فاللي صار إني خذيت بنصيحة أمي وأبوي وهديت الأمر من جهتي، تنازلت تنازل عن كل شيء، ولا كنت أبغى شيء نهائيا، وكانت نفسي جدا راضية والحمد لله رب العالمين. خذيت درس في حياتي بإذن الله أنه يكون عظة وعبرة لي ولكم أنتم أعزائي المشاهدين، خلك حليم وقت الغضب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه كانت قصتنا لهذا اليوم، انا ما ادري ايش اني دخلت كذا قلبتها زبده. اني اتمنى انكم استمتعتوا يا عيال. هذه السالفه اللي صارت لي حبيت اشارككم فيها، تعلمت اشياء كثيره زي ما قلت لكم، وان شاء الله باذن الله ان عجبتكم السلسله نخلي كذا في يوم او يومين او في الشهر يوم او في الاسبوع يوم شاطح نعطيكم في قصه ويكون فيها فائده. إن شاء الله ما في فائدة. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا. أدري المقطع طويل، ما أدري والله طويل ولا لا، بس شكله طويل. إذا عجبك المقطع الآن أول شيء تسويه تابعني على السناب، أنا على السناب أسولف واجد وقرقر، والله أنا ما أسولف واجد بس أني بسولف إذا جيتوا. تابعني على السناب يطلع لكم أنا صورة أسوي شاشة تضيفني، وأيضا اللايك إذا حابك تشوف مقاطع زي كذا. شكرا لكم، ما تنسى اللايك والاشتراك. صلوا على محمد عليه الصلاة والسلام، فمان الكريم.